صباح الهنا والرزق والسعاده. بدايه الاسبوع 10 الصبح في الاهلي زي ما احنا متعودين، وزي ما احنا دايما يعني بنختر حضراتكم ان بجد 10 الصبح في الاهلي محظوظ، وقناه النادي الاهلي محظوظه ان ليها جماهير ومتابعين من كل انحاء العالم. ده مش كلامنا، ده كلام اللي احنا بنسمعه لما بنروح اي مكان، وحتى لما بيبعتوا لنا حضراتكم او اي حد بيتابعنا من اي مكان في العالم على تويتر وعلى صفحتنا وعلى غيره، بنلتمس قد ايه في ناس متابعه القناه، وده بيسعدنا اكيد، وده اكيد اللي بيخلينا نستمر. النهارده حلقه جديده، واكيد اكيد هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا كمان عن مباراه امس وكل التحديات اللي لسه هتقابل النادي الاهلي والمنتخب اكيد الفتره اللي جايه. بونجور جدا. بونجور خالص، صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم، والكلام اللي بتقوله نهاوند عن حضراتكم مظبوط بنسبه 100%، ودي هي طبيعه جماهير النادي الاهلي، ودي الحاجة اللي طول عمرنا متعودين عليها من جماهير النادي الأهلي. صباح الفل على كل حضراتكم، وأهلا بيكم وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. وفعلا ماتش امبارح كان ماتش مهم جدا، وأكيد لينا بخصوصه كتير من التفاصيل اللي حابين ندردش مع حضراتكم فيها في سياق حلقتنا النهاردة، ولا سيما في الفقرة الحوارية الأولى اللي هينورنا فيها كابتن فتحي نصير نجم النادي الأهلي السابق، وأما الفقرة الثانية هتكون مع الناقد الرياضي شادي نبيل، وهيكون فيها حديث مطول عن منتخبات الألعاب الأخرى. بس قبل أي حاجة تعالوا نقف عند صوت جماهير النادي الاهلي ورسالتهم. بص يا كريم، عايزين قبل ما نبدا، لان انا وكريم كنا قبل الهوا بنتكلم في بعض، دايما بنتناقش يعني في بدايه الحلقه كده وقبل الهوا عن ايه اللي احنا عايزين نركز عليه، ولو في حاجات مهمه لازم نيجي ونتكلم مع حضراتكم فيها او نناقش فيها، او حتى نقول لو احنا عندنا اي فيها يعني زي ما بيتقال كده كواليس مش معروفه، حصريات، وده حصلت طبعا على مدار الفترات اللي فاتت. لكن النهارده عايزين نبدا حلقتنا برساله، وهي رساله محترمه جدا لجماهير النادي الاهلي لسياده الوزير العمري فاروق. القصه كلها مش بس في اللقطه امبارح، القصه كلها دي لقطه بس ليها مضمون كبير. يعني انت ما تبصش على اللي حدث على قد ما تبص على اللي ورا الحدث ده ايه. النادي الاهلي قلناها قبل كده وغيرنا قالها قبلينا، ما بينساش حد من ولاده. مش معنى ان انت دورك مثلا خلص كلاعب او كمدير فني او اي حاجه ليك علاقه بالنادي الاهلي ان احنا بننساك. النادي الاهلي دايما فاكر ولاده. طبعا احنا تابعنا بقالنا اكتر من تقريبا اسبوعين الكوبوه الصحيه اللي تعرض ليها سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هذا الرجل المحترم اللي كلنا بنحبه بشكل كبير جدا على المستوى الشخصي كمان، غير طبعا المستوى المهني. ما اعتقدش ان في حد كان ممكن مثلا على المستوى الشخصي او المهني يقول كلمه مش جيده في حق هذا الرجل. حقيقي والله انا بقول لحضراتكم من قلبي، شخصية محترمة وجميلة، والناس كل يوم بتسأل عليه، وجماهير النادي الأهلي كالعادة ما بتنساش. خلينا نروح لمبارح واللفتة الجميلة والورقة، أو خلينا نقول كده لافتة كبيرة جدا اترفعت من الجماهير، وكان مكتوب عليها فترة وتعدي العمري فاروق قد التحدي. خلينا نروح نسمع، هيوفر كتير جدا من الكلام. الرسالة دي تبين لحضراتكم شكل وطبيعة علاقة جمهور النادي الأهلي من قديم الأزل بكل فرد في منظومة النادي الأهلي. الجماهير دي مش مجرد يعني جماهير بتشجع رياضة أو بتشجع كرة قدم أو بتشجع لعيبة، لا، ده في بينهم وبين كل إنسان عموما في النادي الأهلي درجة مهولة من الحب والاحترام والتقدير. عشان كده احنا بنقول ان جمهور النادي الاهلي يعني غير الحقيقة، علاقتهم بتبين قد ايه هم فعلا بينتموا لهذا النادي، وعلاقتهم بيه علاقة أسرة واحدة. يعني انا اكيد انا ونهواند بنضم صوتنا ودعواتنا لكل جماهير النادي الاهلي، وباذن الله العمري فاروق يرجع، وهو طبعا قد التحدي. والتاني نرجع ونقول دي طبيعه النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهوره حماه وعلى الحلوه والمر معاه زي ما بيتقال، فربنا يديم علينا نعمه جمهور النادي الاهلي.